طبقنا طبق حجازي اصيل اللي هو اسمه عيش ابو اللحم. ايوه عيش لحم. طيب عيش ابو اللحم يعني انا برجع اسالك كمان في دقيق. ايوه العجينه هنا المكونات هي عجينه الكرات السلطه طماطم البيض الطحينه. طيب ايش مكونها الاساسي؟ مكونها الاساسي نقدر نقول اذا ما هو موجود لحم مفروم ناقص ما تكمل الطبخه. نعم لحم المفروم الكرات الطحينه هذا الاساسيات مع العجينه هذه. هذا اساسا شوف هذا ايش دخله في الليل هذا عشان اسوي لكم للسلطه هذه خاصه. هذا ما له علاقه. هذا ما له علاقه. هذا من الفن حقه. انا قلت فنان والله قلت فنان والله صراحه عنده ترتيب وتنسيق جميل. بعدين العين تاكل قبل صراحه. انا من يعني من الناس اللي احب اشوف كل شيء مرتب تنفتح نفسي. الله يسعدكم. وفي نقطه زياده برضه الشيف يتكلم لغات. ايه شفته سمعته يتكلم طلياني. غراسياس غراسياس. يلا طيب اسباني وانت ايش تقول؟ برتغالي. ايش تقول؟ طيب شكرا غراسياس موتو غراسياس ماشي غراسياس يعني انا بس غراسياس هذه باللهجه حقك. مكسي بقيم. شيف انا عندي سؤال. الطبخه كم كلها على بعضها؟ بشوف ما شاء الله اشوف مكونات كثيره وعده. كم تاخذ منا يعني عشان تكون جاهزه؟ من نص ساعه الى 40 دقيقه. ما شاء الله عليك انت ذبحتني ترى البارح نص ساعه ما شاء الله واليوم كم؟ من نص ساعه الى 40 دقيقه. عاد صدقني اصدقك خلاص من بعد امس برافو عليك. طبعا بالله كيف امس؟ لا لا هذه اجمل بعد يا الله عليك.